السلام عليكم، معكم سناء العلوي، نائبة الرئيس المسؤول على جهاز الشمال بغرفة الشباب الدولية المعروفة بالجي سي اي جون شامبر انترناسيونال. كما كتشوفوا اليوم 2 نوفمبر 2014، حنا في مقر المركز الاجتماعي للاطفال وجدة، اللي كتقامت فيه اليوم واحد التظاهرة انسانية اللي كانت هي اول مبادرة كتكون في جهة الشرق وحتى في المغرب. الحمد لله جبتها لا جون شامبر دو غانس اون بارتنريا افيك لا جون شامبر دو جماراك. دونك كيما شفتوا كان لانستالاسيون دو نوفو لوجيسيال اللي يتبع هذوك الاطفال في الشوارع كيفاش كدوز لا جورني ديالهم من الصباح حتى العشيه. دونك هذه تكون فاسيلمون باش نعرفوا الاطفال شنو كيوقع لهم في النهار ديالهم. كان لا ديستريبيسيون ديال واحد لو دون اللي هو رمزي، حاجه رمزيه يعني كما كتشوفوا. من بعده كان واحد الحفل شاي اللي يعني بمشاركه الناس الاعضاء ديال الجمعيه. حنا كما تشوفوا اليوم حنا ماشي حضرنا اليوم، حضرنا البارح. كان واحد لقاء ديال لقاء يعني اول تواصلي مع الناس ان شاء الله اللي فرع غرفه الشباب الدوليه في وجده، اللي كان المبادره اللي فيه الاولى السي محمد الصفراوي اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا على العمل وعلى المجهود الجبار اللي قام به السي محمد الصفراوي، اللي فين ما اتصلنا به الليل بالنهار الا وقت يقول نعم، اللي عمره ما رد لنا الطلبات ديالنا واللي اشتغل معنا جد. وكنشكروا لانه نورمالمون هو مثال الشباب الوجديين الجادين اللي كيعملوا عندهم غير على هذه المدينه، واللي حضر وفين بان الاجتهاد ديالو. انه البارح في ذاك اللقاء حضروا ناس فعالين، ناس كيشتغلوا، ناس عندهم اراده وناس عندهم التزام وناس باغيين يخدموا. دونك حنا دابا انا حاليا مرتاحه لانني غادي ندير لونسمون ان شاء الله مستقبلا ديال الفرع ديال جي سي وجده هنا، وغادي يكون الرئيس ديالو ان شاء الله الفعلي هو السي محمد الصفراوي. وشكرا لكم.